في مجالنا اليوم، ليبيا تحركات سياسية على وقع تطورات الميدان، البرازيل بؤرة وباء كورونا في أمريكا اللاتينية، عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين إيرانيين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال، معكم فيها عصام نجاح، وبدايتنا بالعناوين. قوات حكومة الوفاق الليبية تواصل تقدمها في الغرب، وحراك سياسي على أكثر من محور، وأنقرة تحذر ميليشيات حفتر. زيادة مطردة لأعداد إصابات ووفيات كورونا في البرازيل، وترامب يدرس حظر استقبال قادمين منها. حزمة عقوبات أمريكية تستهدف مسؤولين إيرانيين، وطهران تعتبر الخطوة الأمريكية دليل ضعف. نستهل مجالنا بالملف الليبي، إذ سيطرت قوات حكومة الوفاق على بلدة الأصابعة بعد اشتباكات مع فلول ميليشيات حفتر التي رفضت وساطة أعيان فيها لدخولها من دون قتال. هذا فيما تستمر القوات الحكومية في قصف ترهونة شبه المحاصرة. من جهة أخرى، شددت تركيا على أنها ستعد عناصر ميليشيات خليفة حفتر أهدافاً مشروعة في حال استهدفت مصالحها في ليبيا. تفاصيل أوفى لدى الزميل ربيع العصعب. شكرا عصام. لا تأبه قوات حكومة الوفاق الليبية بدعوات وقف إطلاق النار وانسحاب ميليشيات حفتر من محاور الاشتباك، تستمر في ضرب معاقل التمرد وكل ما تطوله طائراتها المسيرة. مدينة الأصابعة في قبضة الوفاق وترهونة تحت مرمى النيران، لا شيء سوى مزيد من التقدم الكاسح على الأرض. في الشرق، تحط مقاتلات قادمة من روسيا لدعم المتمرد حفتر فيلوح باستهداف المصالح التركية، أمر لا تنتظر أنقرة كثيرا حتى ترد عليه. الرجل بات يهذي مع هزائمه المتلاحقة، كل عناصره على الأرض هي أهداف مشروعة لتركيا هذه المرة وليس للوفاق المدعومة منها فقط، تقول الخارجية التركية. عسكريو الوفاق يتحدثون عن خطط سرية ومعلنة للسيطرة على كامل التراب الليبي. لهجة الوفاق بدت أكثر حدة، الغلبة لنا على الأرض وستكون لنا أيضا على طاولة المفاوضات إن حصلت. خططنا العسكرية شاملة كاملة، تنفيذ لتعليمات سيد القائد الأعلى، موضوع عليج كافة المدن الليبية من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، ونسير في هذه الخطط أولا بأول حسب ما هو معد من خطط رئيسية ومن خطط احتياطية حسب ما يقتضيه الموقف العملياتي. الخطط السياسية عادت للعمل مع التغيير الكبير على الأرض الليبية، هذه البلاد لا تعرف التغييرات الجذرية البطيئة. حفتر يصاب بجراح قاتلة وداعموه يبحثون رهانا على حصان آخر. تركيا قلبت كل الموازين، يقول المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي يدعو لموقف أوروبي موحد، وإلا خسرنا جارنا الجنوبي. يتباحث وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي شأن الليبي، دعم مشترك لوقف إطلاق النار في البلد الممزق ودعوة لاستئناف العملية السياسية بين الوفاق القوية وحفتر الجريح صاحب الهجوم المتعثر على العاصمة. فرنسا صاحبة اليد الطولة في دعم التمرد الليبي قلقة من التدخل الأجنبي المتزايد في ليبيا. يبث الرئيس الفرنسي بواعث قلقه لنظيره الأمريكي عبر اتصال مشترك بينهما. طبعا هذا القلق كان غائبا وقت تقدم ميليشيات حفتر باتجاه العاصمة وظهر فجأة مع تقهقرها على الأرض. ومع القلق الفرنسي الإماراتي المصري والهزائم الحفترية، تتجه الأمور أكثر نحو طاولة المفاوضات. ستجلس الوفاق بقوة وذراعها ممتدة لمعاقل حفتر على الأرض، وهو في المقابل لن يتمكن كعادته من التهرب من توقيع أي اتفاق وقف إطلاق نار، فهذا ليس ضمن الخيارات في ظل الأوضاع الحالية. وينضم إلينا عبر سكايب من لندن المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى دول المغرب العربي الدكتور جمعة القماطي. دكتور جمعة، مرحبا بك. برأيك، مرحبا وأهلا. أهلا بكم دكتور. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم دكتور. كيف برأيك تستثمر حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا المكاسب الميدانية التي حققتها على الأرض قواتها من الناحية السياسية والدبلوماسية؟
بالتأكيد أن أي تقدم عسكري على الأرض وأي مكاسب وانتصارات عسكرية ستتحول ويمكن ترجمتها بسهولة إلى مكاسب وانتصارات سياسية، وبالتالي ما يحدث الآن هو أن كثير من الأطراف ومن الدول بما في ذلك دول تدعم مجرم الحرب حفتر بطريقة ما أصبحت تراجع حساباتها وتراجع استراتيجيتها ورهانها على حفتر الذي أصبح بشكل حصان خاسر يتجه إلى هزيمة كاملة، يتجه ربما إلى خروج نهائي من المشهد الليبي عسكريا وسياسيا. إذن هذه الدول والأطراف الآن تراجع استراتيجيتها، أدركت أن الطرف القوي الذي سيهيمن ويسيطر على الوضع وعلى الاستقرار في ليبيا بإذن الله هو حكومة الوفاق الوطني الشرعية، وبالتالي ستتحول هذه الدول والأطراف إلى التواصل والتعامل مع حكومة الوفاق. أيضا من جانب حكومة الوفاق يمكن أن تبادر بدبلوماسية نشطة، وهذا ما يجري الآن في التواصل مع بعض هذه الدول التي كانت ربما تتعاطف أو تدعم حفتر والعمل على تحييدها وإبعادها عن حفتر وبالتالي إضعاف حفتر سياسيا وكما يحدث الآن عسكريا على الأرض يتم إضعافه وعزله سياسيا كذلك. طيب دكتور، على مدار عام كامل من إعلان حفتر هجومه على العاصمة طرابلس لم نسمع صوتا لكثير من الدول التي تتحدث الآن عن ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار، كيف تفسرون ذلك؟ هذه غالبا أو يعني هي بالدرجة الأولى الدول التي دعمت وتدعم حفتر وتراهن على مشروعه، على رأسها دول عربية مثل الإمارات والنظام المصري وإلى حد ما فرنسا، الآن أصبحت تتكلم بقوة عن ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، يعني رهانا منها على أن ربما وقف إطلاق النار سيوقف الانهيار والخسائر التي يتعرض لها حفتر ويوقف أو يؤجل أو يوقف عملية الهزيمة الكاملة النهائية له عسكريا، وبالتالي يمكن الحفاظ على بعض من مكاسبه ومواقعه العسكرية في ليبيا لكي يستخدمها كأوراق سياسية للتفاوض، ولكن هذه الفكرة وهذا المبدأ مرفوض تماما الآن. الأمور والأحداث على الأرض تجاوزت هذا الأمر كثيرا، الآن حكومة الوفاق الوطني تتكلم بلغة واثقة على أنها تريد أن تبسط سيطرتها وهيمنتها وسيادتها على كل أجزاء ليبيا وكل تراب ليبيا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق والجنوب كذلك، وبالتالي لن يكون هناك عودة لمفاوضات وحوار مع حفتر أو من يمثله، وإنما يمكن أن تكون هناك حوارات ومصالحات واتفاق لاحقا بعد أن تنتهي الحرب مع بين الأطراف الليبية المختلفة، سواء كانت هذه الأطراف مختلفة على أساس سياسي أو أيديولوجي أو مناطقي أو اجتماعي وقبلي، ويحدث نوع من التوافق على أساس دولة مدنية دستورية ديمقراطية وليس على أساس حكم. وهنا السؤال الذي يفرض نفسه دكتور، هل الصراع الآن إذا أردنا توصيفه هل هو صراع ما بين الدولة العسكرية والداعمون لها ومن يرغبون في أن تكون ليبيا مثال لدولة عسكرية كما في دول أخرى، والدولة المدنية التي تحاول حكومة الوفاق الوطني أن تحافظ عليها؟ نعم بالتأكيد صراع بين مشروعين بامتياز، مشروع دولة مدنية دستورية ديمقراطية الذي قامت من أجله ثورة فبراير عام 2011 وشارك فيها الليبيون بقوة، أسقطوا نظام عسكري فردي دكتاتوري من أجل أن يبنوا مكانه نظام مدني دستوري ديمقراطي. هذه هي رغبات الغالبية العظمى من الليبيين وكل الذين شاركوا في ثورة فبراير. في المقابل منذ 2014 بعد حوالي سنتين أو ثلاث سنوات من ثورة فبراير دخل علينا مشروع مضاد يعرف بمشروع الثورة المضادة، مشروع يريد أن يقضي على حلم الثورات العربية في بناء دولة ديمقراطية مدنية ويريد أن يعيدنا إلى حكم الفرد وحكم الدكتاتورية وحكم العسكر. هذا المشروع تبنته بالدرجة الأولى للأسف دولة الإمارات والنظام المصري الحالي الذي قام بانقلاب عسكري على الديمقراطية في مصر في 2013، وما زالوا مصرين على هذا المشروع لمنع الشعوب التي ثارت في 2011 من تحقق حلمها في دولة مدنية ديمقراطية، وبالتالي هو الصراع بين مشروعين بالفعل، ولكن هذا المشروع الثورة المضادة مشروع الحكم العسكري الفردي الدكتاتوري الآن بدأ ينحسر وربما سيتلقى ضربة النهائية والقاسمة بإذن الله
في ليبيا وعلى أرض ليبيا، لأن هذا المشروع طيب. للأسف نجح في مصر، يعمل على النجاح في اليمن، ولكن في ليبيا حاول في الست سنوات الأخيرة من خلال حرب حفتر، ولكن أعتقد أن هذا المشروع سينهزم وسيفشل على أرض ليبيا بإذن الله. طيب دكتور جمعة، بوصف حضرتك مبعوث شخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى دول المغرب العربي، كيف ترى موقف دول المغرب العربي من الأزمة في ليبيا؟ الجزائر، تونس كدولة جوار، والجزائر وكذلك المغرب. نعم، كل الدول المغاربية، تونس، الجزائر، المغرب، طبعا موريتانيا لا نسمع لها كثير من المواقف، ولكن الدول الثلاث موقفها مبدئي سياسيا، هي تتعامل فقط مع الحكومة الشرعية، حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وتقول أنها ضد الحرب، ضد الصراع، ضد التدخل الأجنبي والتدخل العسكري وتغذية الصراع بالسلاح كما فعلت الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا بدعمها المستمر لحفتر. وهذه الدول المغاربية تقول أنه لا بد أن يكون هناك حل سياسي، وتشجع كل الأطراف الليبية على أن تلتقي وتصل إلى توافق وحل سياسي، ولكن بعيدا عن محاولة السيطرة على السلطة بالقوة وبالسلاح وبالانقلاب كما يحاول حفتر الآن منذ ست سنوات، وخاصة في هجومه الأخير على العاصمة طرابلس منذ أبريل 2019. إذن هذا هو موقف الدول المغاربية، سياسي، دعم سياسي ودبلوماسي، ولكنه لا يرتقي، وربما ظروف هذه الدول لا تسمح أن يصل إلى موقف مبدئي أقوى من ذلك، مثل موقف تركيا مع حكومة الوفاق الوطني التي جاءت لنجدة الليبيين ولدعم حكومة الوفاق الشرعية بأكثر من مجرد دعم سياسي وعسكري، وإنما من خلال اتفاقيات مشروعة، دعم أكثر من دعم سياسي ودبلوماسي، إلى دعم عسكري ولوجستي وفني من خلال الاتفاقيات التي عقدت في نوفمبر الماضي، ومنها الاتفاقية أو مذكرة التفاهم الأمنية. إذن هو موقف الدول المغاربية دعم سياسي ودبلوماسي، ولكنه ليس بمستوى دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني التي ذهب إلى أبعد من ذلك، وربما سيكون له الدور المحوري في إفشال مشروع حفتر في ليبيا. شكرا لك جزيلا عبر سكايب من لندن المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى دول المغرب العربي الدكتور جمعة القماطي. تواجه دول أمريكا اللاتينية ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا، حيث اقتربت في البرازيل من حاجز 300,000، في حين تجاوز عدد الوفيات 18,500، وفي حين تفاقمت أزمة كورونا في البرازيل بسبب إصرار الحكومة على استمرار الحياة بشكل طبيعي، التزمت البيرو بتدابير الوقاية لكنها تعاني من انتشار الفيروس على أراضيها. آخر قرار توصل إليه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في مكافحة وباء كورونا في بلاده هو التوصية باستخدام عقاري الكلوروكين وهيدروكسيكلوروكين لعلاج فيروس كورونا. ومع أن هذين الدوائين أثبتا عدم فاعليتهما، إلا أن التوصية بهما تشير إلى التخبط الذي انتهجه بولسونارو منذ ظهور الوباء في بلاده. فالرئيس البرازيلي معارض بشدة لتدابير الإغلاق التي قال مرارا إنها غير ضرورية أمام ما وصفه بمجرد إنفلونزا صغيرة، مقدما الاقتصاد على صحة مواطنيه حسب منتقديه. البرازيل سادس أكبر دولة في العالم، احتلت المركز الثالث بعد الولايات المتحدة وروسيا في عدد الإصابات بالفيروس، وهي السادسة في عدد الوفيات، في حين يرجح أن يتسارع تفشي الوباء فيها وسط توقع من السلطات أن يبلغ ذروته قبل مطلع يونيو. الأمر يتكرر في معظم بلدان أمريكا اللاتينية التي تعاني من آثار كورونا، فثاني أكثر دولة تضرراً في القارة هي البيرو. المفارقة أن أول من طبق توصيات منظمة الصحة العالمية في أمريكا الجنوبية هي البيرو، لكنها تنافس جارتها البرازيل في عدد إصابات كورونا. فقد اتخذت البيرو كافة التدابير الوقائية على المستوى الوطني لمكافحة الفيروس منذ ظهور أولى الحالات في أواسط مارس الماضي، إلا أن نقص المعدات والأدوية وإهمال الناس تطبيق قواعد الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي أديا إلى معدل إصابات يومي يزيد على 4,000 وفق تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية. بالمقابل علقت دول مثل تشيلي خططها لتخفيف القيود مع ارتفاع عدد الإصابات في بعض مناطقها وسط توتر شعبي من فقدان الوظائف والخسائر الاقتصادية الجمة كما الحال في الأرجنتين. في الأثناء ومع تفاقم الأزمة في دول أمريكا اللاتينية
أصبح الوضع في السجون العنيفة والمكتظة لا يحتمل مع ظهور فيروس كورونا الذي أدى إلى عمليات فرار جماعي وعصيان، ما لفت انتباه المنظمات الدولية التي تخوفت من انتشار الفوضى في ظل المعاناة الاقتصادية وانعدام الأمن في كثير من المناطق في تلك القارة. وينضم إلينا عبر سكايب من جنوب البرازيل من ولاية سانتا كاترينا أخصائي الإسعاف والطوارئ الدكتور خالد الرب. دكتور خالد، مرحبا بك. في ظل الانتقادات الشديدة، أهلا بكم دكتور، التي يعني توجه إلى الرئيس البرازيلي بأنه يعني لم يتخذ أي إجراءات وقائية، لم يلتزم بالتوصيات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية مع بداية أزمة انتشار كورونا، كيف تقيم إدارة الحكومة البرازيلية لملف الأزمة من الناحية الصحية والطبية؟ نعم قفزت البرازيل إلى المرتبة الثالثة عالميا وتقترب من أن تصبح من المرتبة الثانية عالميا، وما زالت تسجل أرقاما قياسية في عدد الوفيات والإصابات، أكثر من 19,000 إصابة إلى الآن، 19,000 وفاة و 294,000 حالة إصابة بالكورونا فيروس. وما زالت البرازيل تعاني أزمة في كيفية التعامل رسميا مع هذا الفيروس، فقد استقال وزيري الصحة هذا الشهر، الأول قدم استقالته والثاني قدم استقالته أيضا بنفس الأسباب، وهو رفض إملاءات الرئيس الذي يريد أن يكسر قيود الحجر الصحي واستخدام دواء الكلوروكين، حتى أن وزير الصحة البرازيلي الذي قدم استقالته الثاني قال له أنا لم أشتري شهادتي استهزاءً بقراراتي. بعض الولايات في الجنوب البرازيل طبقت قوانين الحجر الصحي ولم تستمع لإملاءات الرئيس، وبعض الولايات الأخرى لم تطبق قوانين الحجر الصحي، وهذا كان واحد من أسباب تضاعف الأزمة. عندنا هنا في تكدس واضح في المستشفيات بحالات الكورونا فيروس، وهناك عدد كبير من الوفيات بهذا المرض، وتوشك البرازيل أن تفقد سيطرتها بالكامل في التعامل في هذا الوباء. طيب دكتور خالد، يعني إذا كان الرئيس يعني ينتهج سياسة مناعة القطيع كما تسمى، هذه السياسة أثبتت فشلها تماما في أكثر من بلد، وبريطانيا نموذج يعني حي على هذا، يعني ألم يأخذ درسا مما حدث في البلدان الأخرى؟ هو لا يهتم بأي شيء في الشعب، هو يهتم فقط في الاقتصاد، وهناك ضغوط كبيرة عليه من رؤوس الأموال على أنه يلغي هذا الحجر الصحي، وتعود الأمور كما هي، ولكن الوضع لا يسمح، هناك إصابات بأعداد هائلة ووفيات بأعداد هائلة، عائلات كثيرة بتروح منها 3-4 بنفس العيلة بموتوا، يعني حتى الرئيس أمس رئيس برازيلي أقر بإبداء استخدام الكلوروكين رغم أن ذلك لم يثبت علميا، وهو يعني تعريض حياة الناس للخطر. طيب المؤسسات الصحية والطبية البرازيلية كيف تقيمها من حيث استعدادها لمواجهة أزمة كتفشي وباء مثل كورونا؟ هل لديها من البنية التحتية، لديها من المعدات، لديها من الأجهزة من هذه الناحية؟ البرازيل دولة كبيرة جدا ومعروف عنها، هي البرازيل عندها نقص في الكوادر الطبية من زمان، يعني عندنا يقل هناك عدد الأطباء، الطرق الوحيدة هي طريقة الحجر الصحي واستخدام الكمامات فقط، لأنه الكوادر الطبية عندنا مش متواجدة وما بيقدروا غير يعملوا غير الحجر الصحي، هو الذي راح يفيدهم بس، ولكن
بولسوناريو بده الناس تطلع على الشوارع عشان تشتغل وتعود الحياة لطبيعتها، لأنه ما بده يوقف الاقتصاد. اهتمامه فقط في الاقتصاد ولكن لا يهتم بالصحة، صحة الشعب. شكرا لك جزيلا دكتور خالد الرب من ولاية سانتا كاترينا، أخصائي الإسعاف والطوارئ، كان معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا. قالت طهران إن الولايات المتحدة تشعر بالضعف وخيبة الأمل من جدوى العقوبات السابقة التي فرضتها على إيران. جاء هذا بعد العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على 9 مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، إضافة إلى 3 كيانات. كما أكدت إيران مواصلة أنشطتها في منطقة الخليج رغم التحذيرات الأمريكية لها. مسلسل من العقوبات على طهران تحرص واشنطن على استمراره. 9 أفراد وكيانات إيرانية جديدة تضاف إلى قائمة العقوبات الطويلة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بتهمة الضلوع في ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان. لائحة العقوبات هذه المرة شملت وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ومسؤولين في أجهزة الأمن الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى صندوق التعاون لقوات الأمن وسجني طهران المركزي وقرشك. إجراءات رفضتها إيران متهمة الولايات المتحدة بالشعور بالضعف والإحباط من نتائج العقوبات السابقة، ما يدفعها إلى رفع سقف عقوباتها على إيران. تزامن هذا مع إعلان البحرية الإيرانية مواصلة مهامها في الخليج بعد يوم من تحذيرات وجهتها البحرية الأمريكية ومقرها البحرين إلى نظيرتها الإيرانية بالابتعاد 100 متر عن السفن الأمريكية، وتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق النار على أي سفينة إيرانية تضايق السفن الأمريكية في الخليج. تصعيد في منطقة الخليج يرافقه تصعيد في أمريكا اللاتينية، حيث تواصل الناقلات الخمس الإيرانية إبحارها متجهة إلى فنزويلا الخصم الثاني للولايات المتحدة، حاملة نحو 1.5 مليون برميل من الوقود، ومن المتوقع وصولها إلى فنزويلا في الفترة الممتدة بين أواخر مايو وأول يونيو. ناقلات قررت كاراكاس الترحيب بها بالزوارق والطائرات بمجرد دخولها إلى مياهها الإقليمية، معلنة حرصها على حمايتها، لا سيما بعد تلويح أمريكي بالرد على خطوة إرسال شحنات الوقود الإيرانية إلى بلد يخضع هو الآخر للعقوبات الأمريكية. لكن إيران جددت دعمها للدول التي تصفهم بالمعارضين للكيان الصهيوني غير آبهة بأي ردود أمريكية على ذلك. وينضم إلينا من لندن الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية سيد سامي الحامدي. سيد سامي مرحبا بك. برأيك هذه أهلا بكم أستاذنا الكريم، هذه الحزمة الجديدة من العقوبات أو هذه الأسماء الجديدة التي يعني ضمت إلى قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على شخصيات وكيانات إيرانية، في أي سياق تراها؟ هل هي أو عن أي شيء تعبر برأيك؟ تعبر عن زيادة ضغط أمريكي على طهران أو العكس من ذلك كما ذهبت إيران في ردها، هو دليل فشل، دليل عدم نجاعة العقوبات السابقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف تفسرها؟ أعتقد أن هناك تصعيد بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بخصوص ما يجري في العراق وما يجري في المنطقة بصفة عامة. نعلم بأن في يناير الولايات المتحدة اغتالت قاسم سليماني، فيما أدى إلى تصعيد واضح بين واشنطن وبين طهران، ونعلم أن من ضمن العراقيل في تشكيل الحكومة العراقية هي الأزمة بين إيران وواشنطن. ترامب لا يريد حرب مع إيران، ترامب يريد أن تكون هناك نوع من الهدنة حتى يركز على الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، لكن إيران تحس بالضغط الاقتصادي، خاصة في هذه الظروف، ظروف كورونا دمرت الاقتصاد الإيراني، فلذلك نرى بأن إيران تريد أن تستغل كل ما بوسعها لمحاولة رفع الضغط أو تخفيف الضغط عليها من قبل الولايات المتحدة ومن قبل المجتمع الدولي. لذلك رأينا صاروخ استهدف المنطقة الخضراء في بغداد، وأرى بأن هذه العقوبات هو ردا على هذا الاستهداف، ردا على
هذه الهجمات التي نحن نراها في العراق، التي تعتبرها الولايات المتحدة بأنها محاولة إيرانية للضغط على واشنطن. لكن بالفعل سيد سامي، العقوبات الأمريكية المفروضة منذ زمن يعني ليس قصير، وكذلك كانت هناك عقوبات أوروبية، سياسة العقوبات لم يعني تدفع إيران إلى التراجع، لا عن سياساتها في المنطقة ولا عن سياساتها في تجاربها الصاروخية وما إلى ذلك، ولا حتى في برنامجها النووي، وهو ما أجبر الدول الخمس زائد واحد على الجلوس معها على طاولة مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نووي انسحبت منه أمريكا الآن. يعني إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه العقوبات مع إيران؟ أنا أعتقد أن بالنسبة للعقوبات القضية أعمق من الضغط على إيران ومحاولة أن من الولايات المتحدة أن تهزم إيران. أعتقد بأن هناك مفاوضات، هناك مشاورات تجري بين إيران والولايات المتحدة، وكادت إيران أن تنجح في وصول إلى تفاهم مع المجتمع الدولي في تحت إدارة أوباما عبر الاتفاق النووي الإيراني، الذي خرب العلاقة بين إيران وبين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ومحاولات إيرانية من أجل أن تعيد علاقاتها مع المجتمع الدولي. هو صراحة لنكون صرحاء، هو محمد بن سلمان الذي تدخل بقوة وفرض قوة المملكة العربية السعودية للصد لنفوذ الإيراني، واللوبي السعودي أقنع دونالد ترامب بأن يواصل في الضغط على الإيرانيين. لما تتحدث عن العقوبات، السؤال هو إذا تستطيع إيران أن تعمل كل ما نراه اليوم في المنطقة من التغول في العراق وفي سوريا وفي اليمن في لبنان، وهذا كله تحت العقوبات، فما بالك لو كانت إيران لم تكن تحت العقوبات. يجب أن لا نغفل بأن إيران ليست دولة تريد حسن الجوار مع السعودية أو مع الكويت ومع الدول الخليجية. إيران في هذا العصر ما بعد خميني، إيران تريد أن تكون هي القوة الأولى في المنطقة، تريد أن تتوسع، تريد أن تستغل هذا الفكر الصفوي من أجل أن تسيطر على العراق وسوريا ولبنان، ونرى بأنها نجحت في ذلك. فيجب أن نرى الموضوع ليس من ناحية أن إيران هي المظلومة والمجتمع الدولي ظلم إيران، المشكلة هي الصراع بين قوى. الولايات المتحدة تريد تسيطر على المنطقة وترى خطر من إيران، إيران تريد تسيطر على المنطقة وترى خطر من المملكة العربية السعودية. ما نراه هو الصراع من هذا الجانب، ويبدو أن إيران فرضت نفسها على الولايات المتحدة، فرضت نفسها على الدول الخليجية، وفرضت حتى على فرض واقع من حيث أنه حتى بعض الدول الخليجية التي لديها صراع مع المملكة العربية السعودية وجدت وفود من هذه الدول في طهران نفسها. ووجد إيران أيضا أن بعد ربيع العربي، بعد ما جاءوا بعض العناصر إلى الحكم في مصر وفي تونس وإلى آخره، سعوا إلى تعزيز العلاقات مع إيران، بمعنى أن إيران ترى نفسها في موقع قوة رغم الضعف الذي نحن نراه اليوم. فلذلك العقوبات، كلامك صحيح، لم تنجح، لكن على الأقل وضعت حد لما تطمح إليه إيران. أشكرك جزيلا الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية من لندن السيد سامي الحامدي، شكرا جزيلا. مجالنا متواصل مشاهدين، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أخطرت الحكومة الأمريكية الكونغرس بصفقة محتملة لبيع توربيدات متقدمة إلى تايوان مقابل نحو 180 مليون دولار، في خطوة تزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين قدمت احتجاجات شديدة لواشنطن بشأن الصفقة المزمعة. جبهة جديدة لنزاع مستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، هذه المرة تايوان في عين العاصفة، الجزيرة الواقعة في بحر الصين الشرقي ويفصلها عن الصين 140 كيلومترا والكثير من الخلافات.
وزارة الخارجية الصينية قالت إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أضر كثيرا بسلام واستقرار مضيق تايوان وبالعلاقات بين واشنطن وبكين عندما أرسل تهنئة لرئيسة تايوان تساي إنغوين التي أدت اليمين الدستورية رئيسة قبل أيام. الخارجية الصينية أضافت في بيان أنها ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة وأنه يتعين على الولايات المتحدة تحمل العواقب. لا ترغب الصين في علاقات جيدة بين تايبيه وواشنطن، فهي علاقات ستتعزز على حساب بكين في ظل حرب ولو كانت باردة بين الولايات المتحدة والصين، إذ تعتبر أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وقد توعدت مرارا بانتزاع الجزيرة بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر، بينما ترفض تايوان السيادة الصينية على أراضيها وتتمسك بالاستقلال التام، رغم أن الصين عرضت عليها استقلالا جزئيا على غرار هونغ كونغ تحت مبدأ دولة واحدة ونظامان. الولايات المتحدة تدرك طموح التايوانيين وتسعى لإذكائه، وترى أن زيادة القوة التسليحية لتايوان الراغبة بالاستقلال عن الصين يخدم المصالح الأمريكية ويصب في خانة مقارعة القوة الصينية الصاعدة وإشغالها بمشاكلها الداخلية عن احتلال موقع الصدارة العالمية من جهة، ومن جهة أخرى يمنح الولايات المتحدة مخرجا لتصدير مشكلة داخلية أمريكية باتت عويصة، خصوصا في ظل تفاقم أزمة كورونا التي أتت على ملايين الوظائف في الولايات المتحدة وأهرقت مليارات الدولارات. وفي هذا السياق انتقدت واشنطن منظمة الصحة العالمية لعدم إعطاء تايوان عضوية كاملة فيها، كما أعلنت الأربعاء أنها وافقت على بيع تايوان 18 توربيدا بحريا ثقيلا مصمما للإطلاق من الغواصات في صفقة تبلغ قيمتها 180 مليون دولار. يتوقع أن تثير الصفقة غضب التنين الصيني، إذ كانت بكين قد عارضت سابقا صفقة عسكرية لتايوان مع فرنسا أقل خطورة من هذه، حيث حضت باريس على إلغاء عقد تسلح مع تايبيه لتوريد قطع غيار فرقاطات عسكرية فرنسية بيعت لتايوان في تسعينيات القرن الماضي وتسببت بأزمة دبلوماسية بين فرنسا والصين. وينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث المتخصص في الشؤون الأسيوية ورئيس منتدى أسيا والشرق الأوسط الدكتور محمد مكرم بلعاوي. دكتور محمد، مرحبا بك. مرحبا بكم. برأيك لماذا تتعمد واشنطن في هذا التوقيت استفزاز الصين إلى هذه الدرجة؟ الخطوة الجديدة موافقة بيع تايوان توربيدات عسكرية يعني يراها كثيرون متقدمة أكثر من مجرد تهنئة مايك بومبيو لرئيسة تايوان لفوزها بولاية ثانية وهي التي أثارت حفيظة بكين. حقيقة أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية شهدت تراجعا ملحوظا منذ بداية التسعينيات عند انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبحت تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين على اعتبار أنها تهديد، ولكنها انشغلت بمجموعة من الحروب والأولويات الأخرى، حروب الخليج ثم بعد ذلك الإرهاب، وأخيرا عندما جاء أوباما إلى السلطة حاول أن ينظم الأمور بإقرار اتفاقية التجارة عبر الهادي ثم باستقطاب الهند إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. دونالد ترامب مشكلته أنه عندما جاء إلى السلطة كان يعتقد دائما أنه بإمكان أمريكا أن تفعل كل شيء منفردة، ولكن عندما حلت ثالثة كورونا وإن كان قبل ذلك حاول أن يكبح جماح الصعود الصيني من خلال الحرب التجارية، إلا أنه هذه الجائحة أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية يعوزها كثير من حسن الإدارة، وأصبح هناك دائما مقارنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها أعظم قوة في العالم وبين الصين هذه الدولة الناهضة، وكانت دائما كانت الكفة ترجح إلى صالح الصين بهذا الصدد. ولذلك اليوم نجد في الإعلام الأمريكي هجمة كبيرة على السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الصين ثم توجيه إلى الماكينة الأمريكية باستهداف الصين وتحجيمها باعتبار أنها الآن هي القوة البديل عن الاتحاد السوفيتي وروسيا سابقا، والتي يمكن أن تنتزع
شيء من النقود الأمريكي إن لم تقصي أمريكا بشكل كامل. طيب دكتور، يعني برأيك ما هو الرد المتوقع من الصين تجاه هذه الخطوات الاستفزازية أو التصرفات الاستفزازية من الولايات المتحدة الأمريكية؟ اليوم الصين موقفها قوي، هي دائما تتبع سياسة النفس الطويل، هي تدرك أن أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أن تدخل حربا بالوكالة ليس لصالح المشروع الصيني. هناك مشروع صيني محدد يرجو أن يحقق أهدافه بذكرى المئوية على تأسيس جمهورية الصين الشعبية في 2049، ولا يريد أن يشتت نفسه في حروب إقليمية أو حتى في اضطرابات داخلية. ولذلك أنا أعتقد أنه الصين وإن كانت ستصاعد إعلاميا وربما تمارس بعض الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية، لأنها لن تنزلق باتجاه حرب أو يعني مواجهة عسكرية، لأن معنى ذلك استنزاف للاقتصاد الصيني هو الأداة الأساسية التي تعول عليها الصين من أجل نهضة الصين وتبوءها مركزا عالميا يليق بتاريخها وبحضارتها كما يرى الصينيون ذلك. طيب برأيك دكتور، ما الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التصعيد تجاه الصين في الوقت الذي كان الطرفان فيه قد وقعا على اتفاقات تجارية وجمركية وكانت الأمور تسير في اتجاه إيجابي؟ لماذا تصعد واشنطن ويصعد الرئيس الأمريكي تحديدا دونالد ترامب وتصريحاته ضد الصين ومسؤولياتها عن تفشي فيروس كورونا وما إلى ذلك، يعني باتت يعني بشكل أكبر وبشكل أشد، لماذا في هذا الوقت؟ لأنه كورونا كشف العجز، عجز إدارة ترامب على التعامل مع الجائحة. كما ذكرنا أنه دائما كان هناك مقارنة بحسن الإدارة ما بين إدارة ترامب وإدارة الرئيس كي أو الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك ترامب وهو مقبل على حملة انتخابية الآن في شهر 11 نوفمبر راح يكون هناك انتخابات أمريكية، وهي ستحدد مصير ترامب إذا كان يتم انتخابه مرة أخرى أم لا. هو يريد أن يثبت للجميع أنه المشكلة ليست عند الولايات المتحدة الأمريكية، المشكلة ليست عند إدارة ترامب، المشكلة عند الصين. ولذلك هناك يعني تصعيد إعلامي واضح، هناك تصعيد دبلوماسي، وتوافق ذلك مع شواهد كثير بالنسبة للأكاديمية وفي الإعلام أيضا نحو صعود الصين وإمكانية أن تسحب البساط من تحت الولايات المتحدة الأمريكية كقائد للعالم. ولذلك هذا الآن هذه المسيرة من القرارات والإجراءات هي تصب في بؤرة إقناع الناخب الأمريكي والقوى الأمريكية القلقة من الصعود الصيني بأنه الرئيس ترامب وإدارته تفعل كل ما ينبغي ويجب من أجل أن تمنع الصين من التغول على النفوذ الأمريكي والدور الأمريكي. شكرا جزيلا عبر سكايب من اسطنبول الباحث المتخصص في الشؤون الآسيوية ورئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط الدكتور محمد مكرم بلعوي. أهم الأخبار الإقليمية باختصار. وزارة الصحة الفلسطينية ترفض استقبال مساعدات طبية إماراتية جاءت عبر مطار بن غوريون لغياب التنسيق مع السلطة الفلسطينية. محكمة إسرائيلية ترفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعفاءه من المثول أمام المحكمة التي ستبدأ محاكمته بتهمة الفساد الأحد المقبل. رئيس الحكومة السورية المعارضة عبد الرحمن مصطفى يحذر من مذبحة كبرى في درعا على يد قوات النظام السوري التي تحشد للسيطرة على مدن وبلدات بالمحافظة. منظمة أطباء بلا حدود الخيرية تكشف عن نحو 70 وفاة بفيروس كورونا في جنوب اليمن خلال أسبوعين، وهو ضعف ما أعلنته السلطات اليمنية. الكويت والسعودية تعلقان إنتاج النفط من حقل مشترك بينهما في يونيو المقبل في إطار إجراءات خفض الإنتاج في محاولة لرفع أسعار النفط. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتتح مدينة بشكشهير تشام وساكورا الطبية باسطنبول بمشاركة عبر الفيديو لرئيس الوزراء الياباني شينزو أبي. الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطري يقول إن بلاده أنهت 80% من ملاعب المونديال قبل أكثر من عامين ونصف على بدء منافسات البطولة.
يشتعل التوتر مجددا بين الصين وتايوان بعد إعادة تنصيب الرئيسة تساي إنغ وين لولاية ثانية. الرئيسة التايوانية أكدت رفضها الخضوع للسيادة الصينية وأن على بكين أن تجد طريقة للعيش بسلام جنبا إلى جنب مع تايوان ديمقراطية. وكانت تساي إنغ حققت فوزا ساحقا في انتخابات يناير لتتولى الرئاسة لولاية ثانية في نتيجة شكلت ردا واضحا من الناخبين على حملة بكين المتواصلة لعزل الجزيرة. تساي إنغ وين ولدت عام 1956 في طيبي عاصمة تايوان المعروفة رسميا باسم جمهورية الصين. حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة تايوان الوطنية عام 1978، وبعد عامين نالت الماجستير من جامعة كورنيل الأمريكية في نيويورك، ثم حصلت على شهادة الدكتوراه في القانون من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة. ومن ثم بدأت تساي تعطي محاضرات في الحقوق بجامعات تايوانية عدة. عام 2000 عينها الرئيس التايواني حينذاك تشان شوي بيان رئيسة لمجلس شؤون البر الرئيسي، وهو وكالة إدارية منوط بها تخطيط وتطوير وتنفيذ السياسات بين تايوان والصين. عام 2004 انضمت وان إلى الحزب التقدمي الديمقراطي لتدخل فعليا إلى السياسة الحزبية، وتولت قيادة الحزب التقدمي الديمقراطي عام 2008. عام 2012 خاضت وان السباق الرئاسي في تايوان كأول امرأة تترشح للرئاسة في البلاد، إلا أنها خسرت أمام مرشح الحزب القومي الصيني والمؤيد للوحدة مع الصين. عام 2016 فازت في الانتخابات العامة بحصولها على نسبة 56% من إجمالي الأصوات لتصبح أول سيدة تقود البلاد التي انشقت عن الصين بعد إعلان بكين قيام دولة اشتراكية عام 1949. وخلال توليها زمام الحكم تعرضت تساي لهجوم ذكوري قام به سياسيون وإعلاميون اجتمعوا على أنه لا يجوز لامرأة أن تتولى رئاسة تايوان. ورغم هذه الهجمات استمرت تساي في شغل منصب رئاسة الجمهورية لتترشح من جديد للانتخابات الرئاسية عام 2020. وفي 11 من يناير عام 2020 فازت تساي إنغ وين في الانتخابات الرئاسية بعد حصولها على أكثر من 57% من الأصوات، متقدمة ب20 نقطة على منافسها من الحزب القومي المقرب من الصين، لتتولى المنصب لفترة ثانية ولتشتد الرياح من جديد في علاقات تايوان مع البر الرئيسي لها جمهورية الصين الشعبية. وإلى المجال الرقمي وآخر ما تداوله رواد المنصات لهذا اليوم مع الزميلة رشا الحلبي. تفضلي رشا. شكرا لك عصام، أهلا بكم. ينشط العراقيون في الساحات وفي الفضاء الرقمي بعد تشكيل الحكومة الجديدة لتجديد مطالبهم السياسية والاجتماعية والدستورية والمعيشية، ونستعرضها اليوم. يواصل الناشطون العراقيون التغريدة عبر هاشتاغ حاكم قتلة المتظاهرين، تأكيدا على مطلبهم بمحاسبة قتلة ما يناهز 800 عراقي، معتبرين أن تصريح القاضي حول تكريم الشهداء هو محاولة لامتصاص غضب الشارع ولإخماد الثورة. فحتى الآن لم يرى الناشطون موقفا حقيقيا وعمليا من السلطة القضائية والتنفيذية لمحاكمة القتلة ومن حرضهم. يقول أحدهم: حاكم قتلة المتظاهرين وبعث رسالة إلى المواطن أنه هناك دولة تحميه لا تقمعه ولا تذله، وسط تأكيد على ضرورة محاسبة ما سموه الميليشيات الخارجة عن القانون التي سفكت دماء العراقيين بلا ذنب. من ساحة التحرير في بغداد فيديوهات عدة انتشرت لمحتجين يطالبون بمحاكمة قتلة المتظاهرين. نشاهد. حاكموا قتلة المتظاهرين مطلب جماهيري، هذول ولد العراق انقتلوا بدم بارد، نطلب أنه يرفع هذا الهاشتاغ حتى ياخذ صدى الدولي والاقليمي. حاكم قتلة المتظاهرين اول من ساحه التحرير، حاكم قتلة المتظاهرين اول، حاكم قتلة المتظاهرين اول، قبل لا تعوضون عوائل الشهداء حاكم قتلة المتظاهرين، وناخذ بحق كل شهيد هنا ضاع دمه وان شاء الله ما يضيع، ونحن هنا من اجل كلمه صغيره جدا وهي الوطن، بس معناها
في الوقت الذي ينتظر فيه محاكمة قتلة المتظاهرين، هناك بعض الصحفيين يخضعون للتحقيق ويتعرضون للتضييق بعد مشاركتهم في مظاهرات تشرين حتى من مؤسساتهم الصحفية. نشاهد. فأنا سويت 20 نقطة خطة للتغطية الإخبارية بفترة التظاهرات، لأن إحنا بنص الشباب ونعرف نقرأ المشهد، وكان حتى مذكور بيها أنه يجب عليك يا رئيس الشبكة تتصل برئيس الوزراء وتقول له فورا تعلن الحداد العام. قلت له هذه القضية تؤثر عند الناس، تؤثر عند الشباب، تحس بأنه هاي الحكومة محترمة دم اللي سالوا غيره، لكن ما تحقق أي شيء من هاي الأشياء. علي جواد نشر مطالب طالبت بها كل ساحات الاحتجاج، من ضمنها نقطة محاسبة عدة مؤسسات من ضمنها شبكة الإعلام العراقي لدورها السلبي تجاه المتظاهرين. على هذا وهنالك بداخل الشبكة ناس تسيء بالأسماء وبالمديريات إلى الشبكة لا تحاسب، لأن هنا شخصنة العلاقات وقربها لرئيس الشبكة. هاشتاغ العراق بدون كهرباء يتصدر الترند في العراق بعد أن شهدت محافظات عدة انقطاعا مستمرا بالتيار الكهربائي، وقد رفعت لافتات في ساحة التحرير كتب عليها الكهرباء وين؟ تذكير بتصريح قديم لشهر ستاني أن العراق سيصدر الكهرباء بحلول عام 2013. يشير البعض إلى توقف عدد كبير من المشاريع بسبب عجز في الموازنة، ما يعني أن الوضع مستمر على حاله. وفيما يتحدث ناشطون عن فشل الشركات الأمريكية في إنهاء أزمة الكهرباء رغم حصولها على عقود رئيسية لسد العجز، فإن آخرين يطالبون بعدم تقديم الولاء لإيران فهي لم تحل الأزمة بدورها. ولكن ما هو مؤكد أن النقمة تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام الكهرباء، فيما هدرت المليارات بحجة تحسين الكهرباء لتذهب لجيوب الفاسدين بحسب الناشطين. الناشطات النسويات العراقيات يواصلن تفعيل الحملة المطالبة بتشريع قانون العنف الأسري. جرائم القتل الأسري مستمرة وفي تزايد، وناشطات تعددن الجريمة تلو الأخرى يوميا، وسط رفض لإدراج جرائم العنف والقتل الأسري تحت إطار الخلاف العائلي. وكم من شكاوى تعنيف أدرجت في سياق تأديب الزوجة، ولا يزال العراق خاليا من قانون يحمي الأم والطفل. مطالبات لعقد جلسة لمجلس النواب لإقرار تشريع قانون العنف الأسري وإلغاء النصوص المهينة للمرأة والطفل، وتأكيد أن العنف الأسري هو انعكاس للقيم المجتمعية، كما أن القانون لا يشمل النساء فقط بل الأطفال أيضا الذين يتعرضون لشتى أنواع التعنيف وحتى في المدارس. نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم، وعودة إليك عصام. شكرا لك رشا. أهم الأخبار الدولية باختصار. الولايات المتحدة تعلن نيتها الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدا بحجة أن روسيا تنتهك بنود الاتفاقية. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحتفل بالإعلان عن قرب وصول ناقلات نفط أرسلتها إيران إلى بلده وأثارت استياء واشنطن. نيابة طوكيو تعد طلبا رسميا لتسليمها رجلين أوقفا في الولايات المتحدة بشبهة مساعدة كارلوس غوسن على الهروب. الشرطة البريطانية تقول إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يواجه تحقيقا جنائيا بشأن علاقته بسيدة أعمال أمريكية. السلطات البوليفية تقيل وزير الصحة إثر توقيفه بشبهة فساد تتعلق بشراء أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كوفيد-19. إعصار أمبان يتسبب بمقتل ما لا يقل عن 84 شخصا في الهند وبنغلاديش وفق حصيلة رسمية. الولايات المتحدة تتهم الصين باستخدام اشتباكات حدودية مع الهند في محاولة لتغيير الوضع الراهن على الأرض. رحلة عطاء يخوضها منذ عقود معلم تركي عبر تقديم المساعدة لأيتام فروا من الحرب الأهلية في العراق وسوريا ولجأوا إلى مدينة تشورم شمالية تركيا. يعوز بوزدوان يعمل مدرسا للغة العربية في إحدى ثانويات مدينة تشورم شمالية تركيا، فضلا عن شهرته في تنظيم مجموعة من الأنشطة الخيرية. لنتابع قصته. Thank you.
بدأنا في أوائل تسعينيات القرن الماضي حملة لمساعدة أطفال الشوارع من خلال الوصول إليهم ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم وإعادة دمجهم بالمجتمع، ومنذ ذلك الوقت نعمل قدر المستطاع لتنفيذ أنشطة مساعدة تطوعية لمد يد العون وتلبية احتياجات أيتام فروا من الحرب الأهلية في العراق وسوريا وقدموا إلى مدينتنا الصغيرة تشوروم التي أصبحت ملجأ لهم. يركز عملي بشكل أساسي على الأطفال اليتامى وتوفير احتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم على مواجهة مصاعب الحياة. حاليا لدينا في تشوروم حوالي 600 طفل يتيم يعيشون في 130 عائلة لجأت من العراق وسوريا، وكل جهودنا من أجل ألا يكونوا شريحة اجتماعية منسية. بحلول شهر رمضان الفضيل نقدم يوميا وجبات الإفطار والسحور لسبعين عائلة بالتعاون مع مؤسسات كالمؤسسة الوقفية للمساعدات الاجتماعية والهلال الأحمر التركي. كل ما نريده هو تقديم العون لهم لضمان سيرهم نحو مستقبل أكثر إشراقا. بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه تطورات الميدان والسياسة في ليبيا، تفشي وباء كورونا في البرازيل، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.